ملف آخر متداخل بين الكرد والعرب، فالأمن لم يكن يخضع لشرط قومي على الأقل في مواجهة داعش، فمصير أكثر من 1000 مقاتل من البيشمركة منتشرين في مناطق الدورة والجادرية والقصر الرئاسي ومقر البرلمان. واجبات إضافة لواجبات حماية رئيس الجمهورية مكلف بحماية منطقة الدورة والجادرية والكرادة. خلال الفترة الماضية كان دوره مميز وقام بإلقاء القبض على الإرهابيين ويقوم بعملية وإجراءات التفتيش وكذلك تأمين المواكب الحسينية، تأمين حماية المواطنين. ما لاحظت طبعا لم يتأثر ضباطه ومراتبه، يقومون بمهامهم بشكل طبيعي ويؤمنون المواكب الحسينية، يؤمنون الزوار ويؤمنون الكرادة والدورة والجادرية ويقومون بعملية التفتيش دون أن يتأثرون. الفوج الرئاسي الكردي إن صح التعبير جاء إلى بغداد عام 2005 بعد تفجير البرلمان العراقي، وكانت مهمته تقتصر على المنشآت قبل أن ينزل لحماية المناطق. أكثر من 12 سنة نحن واجباتنا مع وزارة الدفاع ولا أي تأثير ولا يوجد أي اختراقات بأي مكان. عملنا هنا واجبات مكلفين بالحماية رئيس الجمهورية ومنطقة الرئاسية والوفود الرئاسية، وواجبنا الحماية المدني والسيطرات الطابقين والجاذرية والموقع الجاذرية والمحلات الجاذرية ومناطق الجاذرية والكرادة. لا مشكلة ولا خطوط تماس بين الفوج الرئاسي وسكان بغداد، ولولا علم الإقليم على البدلات العسكرية لا يميزهم أحد بين القوات الأمنية الأخرى. لا يأثر علينا، هو الشغل السياسي، احنا عسكريين نكمل شغلنا بصورة صحيحة وما يأثر أي السياسيين ما يأثرون علينا، نكمل شغلنا بصورة صحيحة، ما عندنا أي إشكال ويا المدنيين ويا غير القوة، احنا كعسكريين نداوم شغلنا كعسكر، ما لنا شغلة بأي سياسيين أبد. عناصر أمنية يريد البغداديون إبعادهم عن التجاذبات السياسية. إدريس مقاتل كردي في بغداد ومثله المئات لا يعرفون معنى الخلاف السياسي الأخير أمام خطر الإرهابي المحدق بالمجتمع. من بغداد محمد سعد، الشرقية نيوز.